يا مساء الفل والخير والسعادة والفرحة الحلوة والمكسب الحلو على كل اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي من كل مكان، وبالأخص جمهور النادي الأهلي. وعايزة أقول لكم أنا وعدتكم الحلقة الأخيرة اللي هي كانت حلقة يوم الاثنين، وقلت لكم إن شاء الله إن شاء الله هنكسب، وإن شاء الله هنكون معاكم يوم الأربعاء علشان نحتفل بالفوز. والحمد لله الحمد لله الأهلي عملها وفرحنا. معاكم النهارده في حلقه جديده من برنامج الحريفه، وموضوعاتنا النهارده كلها هتكون عن الحريفه، سواء في كره القدم وصاحب كره القدم طبعا الاهلي وفوزه امبارح على نادي سموحه، وفي كره اليد والابداع والانجاز اللي بيعمله منتخبنا الوطني في بطوله كاس العالم. هنتكلم في حاجات كتير جدا، بس الاول نرحب بالاستاذه اللي كانت مولعه الاستاد امبارح. اهلا بك يا هنوده. اهلا بك يا حبيبتي. انا نفسي تسيبي الكنبه، يعني انا نفسي تسيبي الكنبه وتيجي تنورينا بقى كده في الاستاد. بس انا اخاف، اخاف اسيب مكاني على الكنبه يحصل حاجه مختلفه، لا قدر الله. يعني انا بتفائل بالقعده دي والتركيز اللي انا بركزه اثناء الماتش، فبخاف يحصل حاجه غير، بس هكسر الخوف ده ان شاء الله. معاد يوم السبت ان شاء الله. برحب بيك يا اميره، وبرحب الحقيقه بكل جمهور النادي الاهلي، كل اللي بيشجع الفانيلا الحمراء. وعايزه اقول خلونا نحط عنوان لليله امبارح واللي حصل فيها: الاهلي والفولت العالي. الجواب بيبان من عنوانه. الاهلي بدا 2023 غير الاهلي في كل الالعاب، مختلف، عنده لعيبه جامده جدا سواء في سيدات رجال. وبالنسبه لكره القدم، الاهلي وصاحب الفولت العالي سكتوا ناس كتير قوي قوي، وده هنشرحه لكم الحقيقه وهنتكلم عنه بالتفصيل في حلقتنا النهارده. لكن خلونا نروح نشوف اخبارنا ايه النهارده في السريع. أول خبر معانا طبعا النهارده هو فوز وإبداع وتألق النادي الأهلي وتخطيه عقبة سموحة في نصف نهائي كأس مصر، وضربة حصون شباكه بثلاث أهداف مقابل هدف في المباراة، واللي اتلعبت امبارح على استاد القاهرة. وقدم كل اللاعبين أداء رائع جدا جدا جدا، حتى الصفقات الجديدة مروان عطية وكريستو وخالد عبد الفتاح يعتبر أول ظهور ليهم بتيشيرت الأهلي، أداء ولا أروع. خصوصا كريستو حاول يبدع ويبين حاجات، طبعا ما نقدرش نحكم عليهم من أول مباراة، لكن كان في إبداع عالي جدا من كل اللعيبة. وطبعا بخص بالذكر طبعا محمود عبد المنعم كهرباء العائد بعد غياب، وثلاث أهداف بتوعنا اتسجلوا عن طريق الهدف الأول أحمد عبد القادر، الهدف الثاني حمدي فتحي، ومحمود كهرباء الثالث واللي هو كان صاحب الأسستين في الجولين الأولانيين. فطبعا مباراة ولا أروع. طبعا 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 مباراة كبيرة جدا. خلينا نقول الأهلي كان مختلف فيها. بنبارك للنادي الأهلي وجمهوره ولكهرباء اللي هنروح له في الجزء الثاني من حلقتنا. بس نروح معاكم بقى من سموحة في كرة القدم لسموحة في كرة السلة سيدات، واللي خسروا برضو امبارح قدام سيدات الأهلي بنتيجة 94 ل 78 في المباراة اللي جمعت بينهم امبارح ضمن منافسات بطولة الدوري واللي اتلعبت على صالة سموحة باسكندرية. وقدمت سيدات الأهلي عرض قوي علشان يواصلوا تألقهم بعد فوزهم في المباراة اللي فاتت على فريق الجزيرة بنتيجة 91 ل 65 في بطولة الدوري. واضح كده أميرة أن سموحة امبارح يعني كان حظهم وحش شوية قدام الأهلي، سواء في كرة القدم أو السلة. يعني امبارح كان يوم الأهلي، مش مهم بقى حظهم حلو، المهم ان احنا حظنا، المهم ان احنا حظنا حلو. احنا بنتمنى طبعا الاهلي دايما يفضل يكسب ويفضل مفرحنا، لانه بجد هو يعني عايزه اقول انا بجد هو الحاجه الوحيده اللي بتفرحني قوي. خلينا بقى نروح لمنتخب مصر لكره اليد، واللي اكتسح امبارح منتخب الولايات المتحده بنتيجه خطيره وهي 35-16 بقياده مديره الفني روبرتو باروندو جاريسيا في ثالث مواجهاته ضمن ختام منافسات المجموعة السابعة في بطولة كاس العالم اللي بتتلعب في بولندا والسويد، علشان يكمل منتخبنا عروضه القوية في البطولة بعد فوزه على منتخبين كرواتيا والمغرب، ويتربع على قمة المجموعة برصيد 6 نقاط ويصعد للدور الرئيسي. خلينا نقول برضو انه من الاخبار المهمه اللي معانا النهارده قرار الاتحاد المصري لكره القدم بتاجيل نهائي كاس مصر اللي بيجمع الاهلي وبيراميدز بسبب مشاركه الاهلي في كاس العالم للانديه واللي هيتلعب في المغرب ان شاء الله. وده كان بعد ما تم تحديد يوم المباراه 3 فبراير المقبل. وقال عامر حسين عضو الاتحاد والمشرف على المسابقات ان هيتم الاعلان عن الميعاد الجديد مع مؤجلات الاهلي في الدوري. وقال كمان ان اخر مشاركه للاهلي في الدوري هتكون يوم 24
قدام البنك الأهلي، بعد كده هيسافر الأهلي للمغرب. فترة صعبة على الأهلي، وطبعا الكرة المصرية علشان تغيير الجداول وتنظيمها مرة تانية، بس طبعا بنتمنى التوفيق للأهلي في مشواره بكأس العالم. بالظبط، وده يا هند دورنا كإعلام واتحاد كورة في مصر نساند فيه النادي الأهلي بمشاركته في كأس العالم للأندية، وده أهم حاجة بالنسبة لنا الفترة الجاية. هو بيمثلنا وبيمثل أفريقيا قدام العالم كله، ونفسنا نحقق إنجاز جديد، ويا سلام بقى لو على حساب ريال مدريد، قمة السعادة والفخر للكرة الأفريقية إن شاء الله. ان شاء الله خلونا يعني يا رب كده ان شاء الله نروح بالروح اللي احنا كنا فيها امبارح، ونقدر نحقق انجاز جديد لينا، انجاز جديد الحقيقه هيكون للكره المصريه. كل الدعم مننا للاهلي في اي وقت في اي مكان في اي زمان، وده اللي متعود عليه مننا كجمهور وكاعلام كمان. دلوقتي خلصت اخبارنا، تعالوا نروح للجزء الثاني من فقراتنا وهو تعليق فصول. نجم الأهلي الفولت العالي محمود كهربا اللي رجع امبارح للملعب، وتشكيل الأهلي بكل قوة وتألق في المباراة قدام سموحة بعد غياب أكتر من 8 شهور عن المشاركة في المباريات، علشان يدفع بيه السويسري مارسيل كولر ويخليه يقود هجوم المارد الأحمر ويراهن عليه ويتحدى بيه كل اللي اعترض وقال ما ينفعش يلعب لأنه بعيد عن الملاعب من فترة كبيرة. هو الأهلي ليه لسه مخلي كهربا؟ احنا عارفين الحقيقة ان كهربا تعرض لضغوطات كانت كفيلة انها تخليه مش في الفورمة ومش مركز، والحقيقة انها كانت كفيلة انها تخليه بطل كورة، بس هو رد امبارح بنفسه وسكت ناس كتير جدا ووصل لهم ان الفولت العالي لسه بيكهرب وعالي. فاحنا مبسوطين جدا بكهربا، والحقيقة بنبارك له على العودة وعلى التألق اللي كان فيه امبارح مع الاهلي. مظبوط يا هند، كلامك كله مظبوط جدا، وفعلا كهربا نازل الملعب وكانه بمصطلح الكوره كده جعان كوره، مشتاق يلعب، مموت نفسه في الملعب على كل كوره، نشر كهربته في ارض الملعب وكهرب الدنيا كلها. موهبه كبيره جدا ولاعب مهم للاهلي ومنتخب مصر، ودي بدايه ولا اروع ليه، يمكن اكبر المتفائلين ما كانوش يحلموا بيها ولا يتوقعوها، بس اهم حاجه انه قدر يستغل الفرصه عشان يبني عليها كل الفتره الجايه. والمهم كمان ان ما يكونش ده مجرد حماس البدايات، عايزين نكمل على كده بالاداء ده. واحنا محتاجين طبعا نشكر السويسري مارسيل كولر على ايمانه الكبير بكهربا والدفع بيه في مباراه مهمه زي دي، كان ممكن يخاف كان ممكن يقلق، ونجاحه في رهانه عليه، لان لو كان لا قدر الله حصل حاجه غير المكسب ما كانش هو ولا كهربا هيسلموا من الانتقادات والهجوم اللي الناس بتتلكك للاهلي واعداله زي ما بنقول كده ايه على السقطه واللقطه في كل حاجه، يهاجموا المدرب ويهاجموا اللعيبه. فالراجل امبارح اكد انه كان بيلعب شطرنج مع كل الناس، ودي في النهايه عمل ايه؟ قال لهم ايه؟ كش ملك، وخلاهم مش عارفين يقولوا اي حاجه غير انهم يشيدوا بيه وبادائه وبجرأته ان هو ينزل كهربا. الحقيقه يمكن احنا سامعين دلوقتي صوت الجمهور وهو بيقول الولا الولا هو محمود كهربا هو. وانا عايزه اقول لكهربا حاجه، يا بخت اللي جمهور الاهلي يحبه. صحيح. والحقيقه جمهور الاهلي كله فرحان لك وبيحبك يا كهربا، ومش بيحبك من فراغ، بيحبك لانك تستحق اللي حصل ده بعد شهور من الايقاف، شهور من التجاوز في حقك، كل الدعم ليك ومستنيين منك كتير قوي. عايز اقول لكهربا حاجه كمان، في لعيبه كتير جدا بتكون حريفه لكن ربنا مش بيرزقهم حب الجمهور، وفي لعيبه الجمهور بيحبهم لكن بيختفي التوفيق. مزبوط. انت يا كهربا حريف ومعاك التوفيق ومعاك حب الجمهور، وجمهور الاهلي في ظهرك وهيفضل في ظهرك. وزي ما قلت يا اميره، مارسيل كولر من اول ما جه وهو ماسك في كهربا بايده واسنانه كان نفسه ان كهربا يلعب من اول يوم. صحيح. وطالب كتير مسؤولين الاهلي بضروره حل ازمه ايقافه، لانه محتاجه ومحتاج مجهوده وموهبته في ارض الملعب. وكلنا شفنا فرحه كولر الكبيره بالهدف بتاعه، يمكن دي خلينا نقول اول مره نشوف كولر بيحتفل بالطريقه دي، وكانه بيقول انا صح. بالظبط. على طريقه حسن شحاته. وشفنا كمان الصوره اللي كولر نزلها على صفحته وهو بيحضن الفولت العالي بعد الهدف، ففي ايمان كبير من المدرب بيه وبادائه. والحقيقه هو كمان رد ونزل بوست شكر فيه الجمهور على دعمهم وسندهم ليه، وقال دلوقتي جه وقت رد الجميل، فاحنا مستنيين وعارفين هو عنده ايه. والحقيقه انا ببارك له من قلبي على عودته القويه، وبقول له كلنا في ظهرك ومعاك. بالظبط. وعايزه اعلق كمان يا هند على لقطه حلوه برضو جدا بتبين قيمه النادي الاهلي واللعيبه المحترفين اللي بيجوا ويمشوا ويفضلوا عندهم الروح
وانتمائهم للنادي واللاعبين واصحابهم. فعندنا امبارح مثلا اللاعب المغربي بدر بنون كان حريص على انه يبارك لكهربا وعلى عودته، وكتب عنده لاعب كبير اخويا الفولت العالي. فدي حاجه تفرحنا طبعا جدا، العلاقه اللي بتبقى موجوده بين اللاعبين، وكلنا طبعا بنبارك لكهربا اكيد، بنتمنى له كل التوفيق في المرحله اللي جايه، وبنقول له محتاجين الفولت العالي معانا الفتره الجايه كتير جدا. عندنا الزمالك اهو، كاس العالم وافريقيا وبطولات جايه كتير، فشد حيلك يا كهربا وخليك مركز، واحنا وراك 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 وبندعمك، وان شاء الله تحقق كل اللي انت بتتمناه وربنا يعوضك خير. خلصت فقرتنا دلوقتي، نقدر نطلع فاصل صغير ونرجع نشوف منورتنا النهارده بتقول ايه. استنونا. ورجعنا لكم مره ثانيه ولسه مكملين معاكم حلقتنا، ووصلنا معاكم دلوقتي لتاني فقراتنا المنوره. لسه بنكمل معاكم حلقتنا وعنوانها الاهلي والفولت العالي. منورتنا النهارده هتكون عن النادي الاهلي اللي بيقدم مستوى عالي جدا في الفتره الاخيره في بطوله الدوري وبطوله كاس مصر، وده بيرجع الحقيقه للسويسري المدير الفني مارسيل كولر. يعني لو جينا نتكلم عن الدوري فاحنا في الصداره الحمد لله ب 31 نقطه، لعبنا 13 ماتش، كسبنا 9، اتعادلنا في 4، وما خسرناش ولا ماتش. خدنا سوبر ودلوقتي وصلنا لنهائي كاس مصر. فالحقيقه خلينا نقول ان الراجل عامل شغل عالي جدا جدا مع الفريق، لمساته باينه وواضحه من اول ما جه. مفيش مدرب في العالم يقدر يكسب كل الماتشات والكوره ايه غير مكسب وخساره. الحقيقه اداء مارسيل كولر دي حقيقه هند، دي حقيقه. ولو بصينا كده على اخر 4 ماتشات بعينهم هنلاقي مثلا ما شاء الله ما شاء الله، والله يا جماعه احنا ما بنحسدش، هنلاقي بيراميدز كسبناهم 3-0 بعد اداء قوي جدا، وبعدها ام بي كسبناهم برده 2-0، بعد كده المصري اتعادلنا معاهم على الرغم من ان الماتش المفروض كان يبقى بتاعنا ولعبنا كان حلو جدا، بس الحظ ما كانش معانا وضيعنا فرص كتير جدا واهداف بجد محققه. امبارح بقى سموحه قدرنا نحسب الماتش من بدري، حسبناه من بدري جدا، كسبنا 3-1. وده يخلينا نبص برضو على اللاعبين، بصراحه كل ماتش بيقدموا مستوى اعلى من قبل وماتش كويس جدا. يعني بعيدا عن اللعيبه الكويسه اصلا هنلاقي مثلا كان في تطور كبير جدا في اللاعبين، يعني محمد هاني بيطور من نفسه ومن ادائه ورجع تاني لفورمته القويه، حسين الشحات بيبذل اقصى ما عنده، تحس انه في ما بينه برده وما بين محمد هاني كده ايه كومبو لذيذ، قفشه بيحاول يشد نفسه ويرجع يركز تاني في الملعب. فاحنا شايفين تغيير حقيقي وتطور من اللاعبين ورغبتهم هم نفسهم انهم يعملوا ده حقيقي. واعتقد انه ده كمان برضو بيرجع للصفقات الجديده اللي بيعملها الاهلي والطريقه اللي عملها معاهم كولر. محدش ضامن مكانه مع كولر، محدش يقدر يقول انا ثابت وهلعب، كل ماتش بتلاقي تشكيل غير اللي قبله، فده الحقيقه مخلي اللعيبه طول الوقت عندها حافز انها تشتغل على نفسها، تأدي احسن ما عندها علشان تفضل تلعب في الماتشات. والحقيقه احنا وكل الجمهور الاهلاويه منتظرين منهم اكتر واكتر الفتره الجايه، وروح الفانيلا الحمراء والمكسب تكون موجوده في كل المباريات الجايه، وتكون موجوده باذن الله في مباراه القمه قدام نادي الزمالك يوم السبت اللي جاي، علشان ننفرد بصداره الدوري بفارق كبير جدا. خلينا نقول كمان انه من ضمن الحاجات اللي كانت مبهره امبارح واللي ناس كتير جدا ما كانتش متوقعاها، يمكن لما ناس عرفت ان الكهرباء كان موجود في القايمه ناس كتير قالت هينزله وهيبدل بيه، محدش تخيل انه كولر بهذه الجرأه انه ينزل بكهرباء اساسي من اول دقيقه، ووجهه نظره كانت صح. فده ان يدل على شيء، يدل على انه الراجل ده عارف هو بيعمل ايه كويس قوي. فخلونا نشوف كده ايه اللي هيحصل الفتره الجايه. خلصت منورتنا، هروح لفاصل سريع ونرجع نكمل معاكم حلقتنا. ورجعنا لكم مره ثانيه ولسه مكملين معاكم حلقتنا، وصلنا دلوقتي معاكم لفقره استوديو الحريف. مكملين معاكم حلقتنا، ودلوقتي هنخش بقى في الجد مع محللينا الكبار ونحلل معاهم كل كبيره وصغيره في مباراه الاهلي امبارح مع سموحه في نص نهائي كاس مصر.
رؤيتهم للمباراة اللي جاية، مباراة القمة ما بين الأهلي والزمالك، استعدادات كولر ليها. بنرحب بناقدنا الرياضي اللي على طول معانا طبعا آسر حسين، والناقد الرياضي سامح سمير. أهلا بيكم منورنا. اهلا بك يا ميرا وبهند، ومبسوط مع استاذ سامح، ودايما مبسوط معاك. اسر بقى بيجي برنامج اكتر مني. ايوه يعني انا انت لما دخلت انا ما قمتش، عارف حريف معاكم. ايوه احنا قمنا اول ما سامح دخل عشان حسينا انه اول مره وكده. بس خلاص بقى اسر اقعد. طيب انا عايزه ابتدي معاكم ان احنا النهارده مسميين حاطين عنوان للحلقه الاهلي والفولت العالي. عايزينكم تحطوا مسمى كده للي حصل امبارح. ابدا انت استاذ سامح بالمسابقه. ابدا انا في مبسوط اني موجود النهارده مع الحريفه على المستوى الاداء وعلى المستوى المهني وعلى مستوى الشاشه. الله يخليك. حقيقه مع اميره ومع هند. الله يخليك. لكن امبارح انا كنت عامل لقطه حلوه كده مسميها ليله الفولت العالي. هي امبارح كان خدت منشط عندي حتى في الجورنال، ليله الفولت العالي امبارح محمود عبد المنعم كهربا امبارح رد على الكل. صحيح. رد على المنتقدين، رد على المشككين، رد على كل اللي قال ان محمود عبد المنعم كهربا بطل كوره. كهربا روح اعتزل، يا ترى لو اعتزل هيروح فين؟ يا ترى مين اللي هيدفع له الغرامه؟ يا ترى الاهلي هيساعده ولا لا؟ قصص وحواديت ومواويل سمعناها عن كهربا، هو سكت تماما. وانا احترمت ده في كهربا، احترمته جدا الفتره اللي فاتت، التزم الصمت تماما. يمكن ليله مباراه سموحه قبلها ب 24 ساعه كتب لودينج وعمل صوره ليه، انا قلت خلاص هو نازل المباراه، وكانت مصادرنا بتؤكد ان خلاص الخطاب وصل. وفيفا قال العب يا كهربا، والاهلي ما بيهزرش، الاهلي مش هيشارك كهربا وهو عنده ازمه في اي لائحه، الاهلي عنده اسطول من الاستشاريين القانونيين. فمن الطبيعي ان اول ما يجي الضوء الاخضر العب يا كهربا، هو الولد كتب لودينج على طول ونزل ما هزرش. امبارح كان التوفيق كان معاه، ربنا سبحانه وتعالى كان معاه بشكل غير طبيعي امبارح. التوفيق، الحظ، المجهود، التعب، العرق، كل الجمل التكتيكيه اللي حصلت امبارح في اول خمس ست دقائق. انا قلت لهم قبل المباراه، يمكن زمايلنا واحنا قاعدين بنتكلم هل كهربا هيعمل ايه النهارده، وبيسالوني قلت لهم النهارده الولد الشقي عنده فرصه ان هو يرجع من تاني. لو رجع محمود كهربا من تاني هيكسر الدنيا، لان كولر محتاج في امس الحاجه لراس حربه سوبر. الراجل بيعاني، شايف ان انا محتاج راس حربه سوبر. محمد شريف بيحاول ان هو يعيد توازنه. حسام حسن راح لسموحه، كامل التوفيق طبعا. ايضا شادي حسين لسه بيدخل في فورمه النادي الاهلي وعايز يبقى ليه اسم وعايز يبقى ليه كيان. فلما يرجع واحد زي كهربا، هذا النجم السوبر اللي بيحاول ان هو يرجع تاني يكون نجم الشباك. طبعا الكلام ده مش سهل يا جماعه، مش سهل خالص. سهل طبعا مش لما سهل. كولر الضغوطات اللي كان بيتعرض لها، الجمل يمكن اللي انت بتقولها، كهربا هيبطل، كهربا كهربا، ان انت اصلا تتحط تحت السبوت الفتره دي. يمكن كمان تهاجم وتقال ده مش ملتزم، مع انه كان ملتزم وبيروح التمرين. فطبعا مش سهل ان احنا نشوفه من اول دقيقه بيلعب بالروح دي، كانه هو امبارح كان. لا انت قلت جمله كانت ممتازه جدا قبل ما ندخل الهوا، انك قلتي ان كولر امبارح كان جريء. هو بالفعل طبعا. هذا المشروع السويسري اللي تواجد في النادي الاهلي عشان يكمل ما بداه فايلر، لو قلنا كده فايلر كان تجربه محترمه مع الاهلي. هذا المدير الفني امبارح راهن على كهربا، وكان جريء جدا في اختياره الكهربا، ان هو بيعاند كافه المشككين، بيرد على كافه المنتقدين ان هذا النجم سوبر وهيؤدي وهيفيدني. وهو كولر نفسه في مهاجم سوبر. مظبوط. حتى على مستوى الصفقات نفسه ان هو يعني. يعني العنوان كان ليله الفولت العالي. ليله الفولت العالي، اسف. لا لو هنعنون يعني ممكن اقول كولر يلاقي ضالته، يعني اخيرا لقى الحاجه اللي هو كان مستني. القطعه تاني اللي كانت ناقصه. تاني تاني كولر. ايوه. يعني اخيرا يجد ضالته في المهاجم. ماشي. الحقيقه يعني يمكن تكمله للكلام بتاع استاذ سامح، انه حاجات كتير امبارح. المكسب عشان كده انتوا عاملين الفقره بعنوان كهربا، هو يستاهل ده، لانه صعب جدا تكون مش عارف مصيرك كلاعب. يعني ممكن تكون ما بين التعاقد مع فريق تاني او مستني فتره اللي يسمح فيها ليك انك تشارك او كده، لكن لما تبقى الموضوع مش واضح خالص، رغم طبعا تطمينات مجلس اداره ليه وكده، لكن حاجه تركز وتبقى شغلك الشاغل انه كل يوم اظهر في التمرينه. وكمان لازم ندي كولر حقه في انه العين عادله جدا، المعيار فني. هو لما شافه شاف كهربا اللاعب، ما شافش كهربا بره الملعب، ولا سال كانت ايه حواراته اللي قبل كده، ولا ايه المشكله القانونيه اللي عنده، ليه اصلا في مشكله قانونيه وهو ممكن يتعرض للتوقف. شافه في الملعب واعجب جدا بامكانياته، وراهن انه طب قولوا لي هيسمح لي يشارك امتى، واقتنع بيه فنيا كلاعب مفيد بالنسبه له. بالتالي احنا ليه بنشيد بالموضوع؟
مش بس عشان كده، عشان التزام اللي كان بيتكلم عليه سامح في الملعب والتدريب الجامد دايما ممكن ترد في الملعب، ظهر جدا. انت لما تلعب اخر مباراه رسميه في مايو 22 مع هتاي سبور اللي كان طالع ليه اعاره يا هند واميره، وما كانش اساسي في الماتش ده، والمفارقه ما كانش اساسي، المفارقه ان انت نفس القصه، اخر مره لاعب شارك في مباراه كره قدم رسميه صنع هدفين ومسجل هدف، المفارقه ان ده حصل في اول مشاركه ليك. فما تقعد 8 شهور يا هند وترجع يا اميره اول مباراه ليك تسجل، معناه ان انا واقف على رجلي بدني بالزبط. واقف على رجلي فني، ان انا بشتغل في التمرين جمل تكتيكيه كتيره مع المدير الفني بتاعي. الفرحه بتاعت كولر في الهدف اللي سجله كهربا فرحه بالفينش، هو كان مستني الحته دي، القطعه المفقوده في اللي ناقصه في النادي، لان انا بوصلكم لجون كتير جدا، انا كمدير فني بعمل شغلي ان انا بقدر اوصل الفرق هجوميا، لكن ما عنديش اللعيب اللي يخلص او اللي يعمل فينش او اللمسه الاخيره، قلبي بيفتقد اللمسه الاخيره في منطقه ال 18. فبالتالي الهدوء بتاع كهربا في انه عمل الكوره من فوق الجون تشيب كده بسيط من فوق الجون، هدف بهدوء جامد في اول مباراه يرجع ليها، اعتقد انه مكاسب كبيره جدا. واول هدف للاهلي من اكتوبر 21 كان اعتقد من لاعب بطل النايجر، وكان كهربا سجل هدف في المباراه دي، فبالتالي مكاسب كتيره جدا، يستحق الدعم ده، لانه فعلا يعني اصبر اتعب اسعى هتلاقي حقيقه من 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 مستقبل غير واضح تماما. كلام زي ما كان بتتكلموا في الفقره اللي فاتت انه هيبطل الغرامه كبيره مش هيلعب كره تاني، الى انك تلعب وتوصل فريقك لنهائي الكاس. حاجه سريعه برضه عايزين نفكر الجمهور هند واميره ان احنا لا لسه ده موسم استعاده البطولات، احنا لو عملنا تشيك كده بالقلم اول حاجه خالص حققنا كاس السوبر المؤجل السنه اللي فاتت، دي اول بطوله بننافس على سته تانيين، احنا دلوقتي في نهائي كاس مصر النسخه الماضيه اللي هي 2021، لسه عندك دوري ابطال افريقيا، عندك كاس العالم للانديه، عندك الدوري المصري، عندك كاس الرابطه، كل يعني واحده وده الحقيقه يعني 1 out of 7، احنا خدنا بطوله من 7، لسه فاضل 6 بطولات نتمنى الاهلي يعني يحققهم كلهم ان شاء الله. وده هنتكلم عنه، لكن عايز اسالكم برضو وانتم اكيد اساتذه وتفهموا اكتر مني في ده، حاجه انا شفتها امبارح انه وجود كهربا خلى اللعيبه اللي حواليه ادائهم مختلف امبارح، يعني خلينا نقول انه في جمل كانت موجوده امبارح في الملعب ما كانتش موجوده قبل كده. اللعيبه اللي حوالين كهربا يمكن ما اداش اداء فردي، انا حسيت ان وجوده كان مساعد اللعيبه، عند اللعيب اللي بيتحرك صح بيجبرك انك تديله الباص بالظبط. كهربا تكتيكيا لعيب مزعج جدا لاي دفاع، لو بصينا على الهدف الاول محمد هاني طبعا يعني طبعا هشيد بيه كتير جدا انه اللعيبه اللي عجباني جدا الفتره اللي فاتت، محمد هاني لمح وطالع بالكوره كهربا اجبره انه يديله الكوره، انه عمله لونج باس قاطع في ظهر المدافعين، كهربا راح عامل العرضيه البرازيليه، وطبعا الحمد لله في توفيق انه غلطه الحارس يعني هاني سليمان وسجل منها عبد القادر. الجون الثاني نفس الجون الثاني نفس القصه، محمد هاني معلول بيلعب الكورنر، محمد هاني عمل التغطيه العكسيه هو الباك العكسي وبيلعبها بيعلقها عشان توصل جوه 18. حمدي فتحي بيشترك في الكره الثنائيه مع مدافع سموحه اعتقد محمود شبانه سامح اشترك معاه كسب الكره الثنائيه، نزلت كهربا اداها لحمدي تاني والجون ففي كل مره كهربا. الجون الثالث طبعا حسين الشحات اخذ خط ظهر سموحه بامتياز وعمل الفنت وادى الباص، كان كهربا قاطع صح جدا في ظهرهم، اكبر حسين الشحات انه اديها له في ظهر المدافعين طبعا تشوت باص على فوجوده بيدي ثقه للي حواليه. حسين الشحات شايف ان انا لعيب قادر اعمل معاه الدبل باص، محمد هاني وهو جايب وشه الجبهه اليمنى حاسس انه كهربا هيقطع لي في ظهر المدافعين، لعيبه وسط الملعب طبعا طبعا وطبعا ذكاء كولر في اختيار فاخر المباراه دي ادى اريحيه لحمدي فتحي ان انت بتشوفه في المناطق اللي قدام الجونين، حمدي فتحي في ال 18 بتاعت الفرقه الثانيه، فبالتالي بيلعب دور صانع اللعب يعني. فطبعا ردا على كلام الكهرباء وجوده تكتيكيا بيساعد كل حواليه. صح. طب سامح عايزينك تقول لنا شفت ازاي المواجهه امبارح؟ بصي انا عايز اقول لك على حاجه يا بيرا، امبارح الاهلي كان في حاله هايبر ماتش، دي حقيقه يعني ان الاهلي يوصل بهذا الشكل ان هو في اول 5 6 دقائق يظهر بهذا المستوى، فدي حاجة نحيي عليها كولر، ده رقم واحد. رقم اتنين لازم تحيي كهربا لسببين، السبب الأول إن هو عمل حالة هايبر في الملعب لكل اللعيبة. كل اللعيبة عايزة امبارح تظهر نفسها، اتفرج على أحمد عبد القادر وتحركاته، اتفرج على حسين الشحات امبارح اللي بيحاول إن هو يستعيد نفسه وتوازنه، صاحب الحظ السيء أنا بسميه حسين الشحات لأن هو عنده كتير وعايز يؤدي اكتر، لكن لسه عنده اصابات وراجع وفتره طويله وعايز يوري كولر ان انا موجود في الملعب، انا مش همشي من الاهلي. اتفرجي برضو على محمد هاني، اتفرجي برضو امبارح على حمدي فتحي، الكل امبارح كان خلف وبجوار وعلى يمين وعلى شمال كهربا في حاله هايبر، ان امبارح انت كنت عايز تكسبي المباراه في اول 5 دقائق، الكل عايز يقول لكهربا انزل اعلن عن ذاتك، صحيح انزل رد على كل المشككين. فالمباراه امبارح كانت هايله جدا فنيا من كولر، امبارح انت لعبتي شوط اول بامتياز
مش هنتكلم عن الشوط الثاني، كان في طبعا يعني تراجع في المستوى شويه، ارتياح للنتيجه، اللعيبه برده بدنيا في الشوط الثاني بتفرق. الاهلي عنده مستشفى اصابات كثيره جدا ومشاكل متعدده جدا، فلازم الفتره اللي جايه هتساعده ان هو يقوم من ثاني. فالمباراه امبارح فنيا على مستوى الشوط الاول، ياسر قال كلمه مهمه جدا، ان كولر امبارح هو فعلا بيوصلهم لحد المرمى. اللمسه الاخيره دي معاناه في الاهلي من ايام موسيماني بالمناسبه، في اخر ايام موسيماني اللمسه الاخيره كانت معاناه، في حاله قلق، في حاله توتر، في حاله في اجهاد ذهني قبل ما يكون بدني عند اللعيبه. فايه حكايتكم وانتوا لعيبه سوبر ستار واخدين دوري ابطال افريقيا؟ فكولر بيحل من تحت. كولر بيحل بدنيا، بيحل ذهنيا، بيحل فنيا، علشان يقدر ان هو يحدد امكانيات فريقه ويعتمد على القوام الاساسي او يشكل قوام اساسي. فمباراه امبارح سموحه امبارح كانت اداره هائله جدا من كولر لازم نحييه، كانت جراه كبيره جدا من كولر لازم نحييه. كهربا امبارح كان قائد الاهلي داخل الملعب، لان هو زي ما قلت لكم كان صاحب الهايبر ماتش، ان هو بدا الحفله المجنونه. بدا امبارح الحفله المجنونه على فريق سموحه، وقدر ان هو ينصب السرج بدري. كولر كمان استفاد من بعض الاخطاء. كولر امبارح بدا باحمد عبد القادر، احمد عبد القادر هايل لما نبتدي بيه في الشوط الاول. المباراه الاخيره لو اخذتوا بالكم امام المصري، الاهلي بدا المباراه لما نزل باحمد عبد القادر وحاول يزيد القوه الهجوميه بشادي حسين، لان احمد عبد القادر فارق يا جماعه. احمد عبد القادر في التشكيل الاساسي لمنتخب مصر يستحق. احمد عبد القادر يقدر يسند مع قفشه بشكل عالي جدا، وهقف عند قفشه ايضا، لان كولر بيحاول ينجح في ان هو يعيد ترتيب اوراق بعض اللاعبين داخل الاهلي. قفشه رقم واحد، محمد شريف رقم اثنين. قفشه بدا يستعيد توازنه بالزبط. بدا يقاتل داخل الملعب، بدات لمساته تحس بيها، بدات بعض الدويتوهات اللي بنتمنى تستمر وتزيد مع احمد عبد القادر. قفشه عايز يرجع تاني للقضيه ممكن، والتهديف والصوره ان هو يرجع نجم الشباك من جديد، فده يحسب لكولر. محمد شريف نفس القصة، الراجل ما جاش قال أنا هقعد محمد شريف، لا، اداله فرصة واثنين وثلاثة. كهربا امبارح عمل حالة تانية، ان هو خلق حالة من الغيرة للمهاجمي النادي الأهلي. امبارح محمد شريف بالتأكيد قاعد بيفكر أنا هيبقى مكاني فين. صحيح. شادي حسين بيفكر أنا هيبقى مكاني فين. يمكن من قبل يعني ما كهربا يشارك في سموحة، كان في أحد التمرينات كان عارف أنه هيشارك في سموحة، قال اللعيبة أنا راجع، كل واحد فيكم خاف على مكانه، كان بيهزر يعني معاهم، وده حقيقي اللي شفناه امبارح. لازم كل اللعيبه تبتدي تخاف على اماكنها. لا، هي انا قلتها صراحه، كهربا امبارح شكل تهديد علني وانذار شديد اللهجه لكل مهاجمي الاهلي، وده في مصلحه كولر، في مصلحه النادي الاهلي، ان بكره ايه من النهارده لما محمد شريف يبتدي يشتغل على نفسه، لما يبتدي شادي حسين يشتغل على نفسه، ويبقى في حاله من الغيره والمنافسه في هذا المركز، كسبان هو النادي الاهلي طبعا. لان الراجل عايز يعمل صفقه سوبر، وخلاص انت باقي لك اسبوعين او اقل من اسبوعين وينتهي ميركاتو الشتوي، ومن الممكن ما تقدرش انك تجيب صفقه سوبر بعد ما فشلت صفقه يعقوب، وممكن ما تقدرش. ففي النهايه انت لازم تعتمد على اوراق الرابحه اللي عندك. صح. هنروح هنكمل كلامنا عن ده، بس عايزه اسال ياسر، تتوقع ايه اللي هيحصل مع كهربا في الفتره الجايه؟ احنا عارفين طبعا ان في جلسه يوم 2/2، عارفين اللي كل الناس عارفينه، انت تتوقع بخبرتك كده ايه اللي ممكن يحصل مع كهربا؟ بعتقد يا هند انه مش هيغامر النادي الاهلي في قصه قانونيه مشاركه الكهربا في بطولات اكبر من الدوري، هيكتفي بخطاب اتحاد الكوره اللي بيؤكد حقيه اللاعب نشارك في الدوري المحلي. هيشتغل على كهربا ازاي؟ اعتقد قانونيا جلسه 2/2 حاسمه جدا للاعب ولينا كجمهور النادي الاهلي. هتشوف ملامح القصه راح. اعتقد كمان انه مشاركه كهربا ادت طمنت كل الجماهير بالذات ان اداره النادي الاهلي مش سايبه الموضوع كده في المطلق، يعني ان برضه استشاريين او 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 يعني الطاقم زي ما كان سامح بيقول اللي بيرجع لهم النادي الاهلي في الامور القانونيه، يعني موقفهم حاسبينه كويس قوي قبل ما يغامروا بمستقبل اللاعب سواء مع الاهلي او مع غيره، ان اللاعب يفضل يشارك او ما يتوقفش. يعني وجوده الفني مهم جدا وظهر ده، فبعتقد مشاركته في الماتشات اللي جايه مهمه. المباراه اللي جايه كهربا جدا يعني مهم جدا يكون موجود، بعتقد كل الاوراق محتاجه. الميزه كمان في مباراه امبارح لما ريحت نفسك بفوز بدري او سجلت هدفين سمحت لك فنيا بالمرونه الفنيه ان انا اجرب الاوراق.
يعني انا عارف ان هنخش في مباراه الزمالك بتفصيل، بس اقول حاجه سريعه. احنا لما معنا خد معانا فيديو اعتقد لما خد هنشوفه. لما خدت اميره بس فيديو؟ لما اخد وقت لما اخد بس وقت انه انت كسبان ومرتاح، قدرت تدي الصفقات اللي انت محتاجها وقت، يعني بالترتيب كده اخد مروان عطيه تلت ساعه، اخد كريستو حوالي 17 دقيقه، اخد خالد فتاح 10 دقائق في الاخر. ان دلوقتي يعني لو بتسالني ايه، بس انا مطمن جدا وواثق جدا في قدره فريق على تخطي عقبه المنافس والفوز على الزمالك. لكن الخوف زي ما كان سامح بيقول او لقبها بكده مستشفى، لان انت التمرينه بتاعت النهارده بالذات وانا جاي زمايلي هناك اللي رحت تمرين كانوا بيكلموني في 5 لعيبه ما شاركتش فيهم، والخمسه من القوام الاساسي، فحمدي والسوليه في شكوك كتير جدا على مشاركتهم، والاثنين هم عصب وسط الملعب اميره وهند. هو حمدي في اصابه في اصابه والسوليه مجهد لسه، فمروان دخل مهم قوي دوره، وهي بتجيلك كده يمكن يا مروان يبقى ربنا كاتب لك انك يبقى الديبيو او اول مباراه بتلعبها وتقدم نفسك جميل الاهلي، هي مباراه قمه يعني ان شاء الله، يعني لا قدر الله ساعات بتوقع عليه ساعات احنا بنتمنى انها تولد لعيب جديد وياخد مكانه في النادي الاهلي. فبالتالي كل ما اخشاه بس مش مطمن فنيا في وجود كولر جدا، واثق فيه، واثق في روح نادي الاهلي ان هم مهم جدا المكسب. ليه؟ ان المباراه بستة بونت، المباراه بست نقاط، انا دلوقتي 31 نقطه لما العب مع المنافس واكسبه بيتسع الفرق لثمان نقاط، بلعب اخر مباراه هند قبل ما اسافر يا اميره مع البنك الاهلي بلعبها مرتاح، واروح كاس العالم وانا متصدر الدوري بثمان نقاط، كده امنت البطولة الأهم إنها ترجع لأحضان الجزيرة، وبالتالي قادر أركز في البطولات التانية والمحكات اللي عند النادي الأهلي. مظبوط مظبوط. عايز أسأل سامح وأسألك برضو يا ياسر، تقولوا لنا يعني شايفين إزاي المواجهة اللي هتكون ما بين الأهلي والزمالك إن شاء الله يوم السبت؟ يعني إحنا شفنا تشكيل كولر محدش بيشكك فيه، كان تشكيل قوي جدا جدا. شايفين إن هو ممكن يروح الماتش بنفس التشكيل ولا ممكن يبقى فيه تغييرات؟ هي هتبقى بس في حتة اللعيبة اللي إحنا قلنا عليها شكوك، يعني يمكن خط الظهر أنت بتعاني منه جدا جدا جدا. منع من النهارده ما شاركش واكتفى بتمرينات في الجيم، بتمنى رجوع او يبقى جاهز، يعني قدامنا لسه يومين باذن الله يوم السبت يكون جاهز، وجوده مهم هو جدا. هو سؤال، هو المفروض ان متولي متولي موجود متولي لا متولي 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 هيغيب عشان هيغيب عشان الانذار. مين ممكن يبقى موجود مكانه؟ ما انت دلوقتي عندكش غرامي ربيعه وكمان ياسر مجهد، ده التمرين النهارده ما نزلهاش، فدي المشكله، دي الازمه الوحيده. يعني انا يعني كعناصر انا واثق ان لعيبه النادي الاهلي قادره تتفوق على الزمالك بكل المقاييس، لكن غياب خط الظهر او قلب الدفاع وسامح يعرف الكلام ده مهمه جدا انه يكون عندك المرونه دي. فلغايه دلوقتي اللي جاهز لحد دلوقتي رامي، ممكن نشوف حد تاني بيخش في المركز ده، او ممكن حد من الناشئين تبقى برده مباراه تلعب يلعبها اول مره زي مغربي مثلا. فبالتالي دي بس الحاجه اللي مقلقانا شويه في مباراه الزمالك، الغيابات. خط الوسط هيبان ملامح مين اللي هيلعب، لكن مروان كويس انه اخد شويه، اخد التلت ساعه دي هتفرق معاه في الثقه، انه مش ما عندوش خضه الجمهور قوي، ما عندوش خضه تيشيرت الاهلي لسه، دخل في المباراه تدريجي، ممكن يشارك من اول مباراه. كريستو كمان، وكريستو ممكن ياخد جزء كريستو لكن مروان ممكن يشارك المباراه كلها هند، لان انت عندك مشكله في وسط الملعب، ممكن يشارك هو مع ديانج. بالتالي بشوف انه الفوز مهم جدا جدا جدا، على تكرار الفوز على الزمالك بعد الفوز باول بطوله في الموسم في السوبر، مهم جدا ان انا افرق على الزمالك بثمان نقاط. استغليت تعثر المنافس قبل كده لما تعادل ولما خسر، لكن دلوقتي انا محتاج قوي اني افرق قبل ما اروح كاس العالم للانديه عشان لعيبه تخش بطوله الدوري مرتاحه لما ترجع ان شاء الله كاس العالم للانديه. وبرده سامح عايز اعرف رايك في ده، خلينا نقول ان دي فرصه انت فارق كرويا عن المنافس بشكل كبير جدا، يعني في اخر ماتشاتنا واخر ماتشات المنافس في فرق واضح جدا جدا في اللعيبه في الاستقرار عامه. عايزك تقول لي شايف ماتش الاهلي والزمالك اللي جاي ممكن ايه اللي يحصل فيه؟ بص عايز اقول لك حاجه، يمكن انا ما بتوقعش المباريات قبلها خاصه لقاءات القمه، لقاءات القمه خارج نطاق التوقعات تماما، ولكن الاهلي كفته ارجح في هذه المباراه بشكل كبير جدا جدا. لكن الاهلي عنده خلينا نقول مش قضيتين، عنده حاجتين في منتهى الصعوبة. الأولانية هي مستشفى الإصابات، عندك 10 إصابات، ده مش قليل، ده فريق كامل من القوام الأساسي زي ما لسه كان آسر بيقول نفس القصة. تعرف فريق على خط الدفاع، ياسر إبراهيم مش موجود في المباراة، إصابة ومطول شوية. عندك محمود متولي مش موجود، لأنه بعد ما خرج من مباراة المصري وأشعة وخضوع للكشف الطبي، ياسر قدامه لسه شوية لحد ما نعرف تفاصيل الدنيا فيها إيه عشان يرجع من جديد. ده واحد. التاني محمود متولي مش موجود لأنه الإنذار التاني اللي كان يعني غريب الأطوار وغريب الأشكال في المباراة، يعني انذار مستهدف، حاجة من الاثنين، يا الراجل راح محمود متولي راح عشان خاطر يغلط في الحكم فاداله الانذار، يا اما الحكم كان متعمد ده. فانا يعني انا مستنيك انا الحكم بيقول انا مستنيك تعالى لي، انا عايزك انت تعالى فهدي لك الانذار، فانت مش متواجد في لقاء القمة.
عندك ايضا محمد عبد المنعم اجهاد عضلي لسه مش متواجد في مباراه الامس، ومعلوماتي انهم بيحاولوا يحافظوا عليه لحد مباراه القمه، وده مهم جدا ان هذا اللاعب يكون متواجد في مباراه زي دي، لان محمد قدراته عاليه، لاعب دولي عنده خبره، مطلوب انه يكون متواجد على الاقل بجوار رامي ربيعه، لان مش موجود لا ياسر ابراهيم ولا محمود متولي حتى هذه اللحظه، ياسر ابراهيم خارج الخدمه مع متولي. نفس الازمه الباك اليمين مش موجود تماما، اكرم توفيق وكريم فؤاد رجعوا لنا بألف سلامه، الاثنين صليبي، تحاول تعتمد على خالد عبد الفتاح عشان كده جبتيه اعاره من سموحه. وسط الملعب حمدي فتحي مش موجود ايضا لان هو عنده اصابه، يا رب يكون متواجد، لكن انا بقول لكم اصابه حمدي فتحي في الكاحل والتواء والقصص، عايزين نطمن بعد الاشعه والكلام ده. عندك ايضا بيرسيتاو الراجل اللي حاول يعتمد عليه لانه ما عندوش، عايز يشوف مهاجم سوبر بيرسيتاو. الراجل شارك في التدريبات الجماعيه طاهر محمد طاهر اعتقد هيبقى موجود، لسه لا زال في غموض حوالين بيرسيتاو وطاهر محمد طاهر، وبالمناسبه بيرسيتاو شارك جماعي ليله مباراه سموحه 48 ساعه كان بيشارك في الجماعي خلاص، ودخل من الممكن تلاقي بيرسيتاو، دي حقيقه. فعندك مستشفى اصابات، 10 لاعبين في الاهلي عندهم اصابات، نفس ازمه الموسم الماضي، نفس ازمه بيتسو موسيماني، نفس ازمه خروجك من دوري ابطال افريقيا والانهاك في كاس امم الافريقيه ثم دوري ابطال افريقيا ثم كاس العالم للانديه، فانت تعبانه، عندك ازمات، عندك مستشفى اصابات، دي الازمه اللي لازم كولر حي لازم يعديها باي شكل. رغم الازمه دي احنا متفائلين خير طبعا، متفائلين خير طبعًا، وان شاء الله احنا طبعًا. للاسف فقرتنا وقتها خلص للاسف، يعني عايزين نقعد معاكم والله اليوم كله، في اسئله كتير قوي. ان شاء الله باذن الله الاهلي يكسب ونحقق البطوله، وانتوا نورتونا، وان شاء الله نيجي تاني مع بعض بقى واحنا كسبانين. قبل ما تختمي عايز اقول الحاجه الثانيه، ان كهربا في هذه المباراه كارت رابح بنسبه 100% لسبب بسيط جدا، ان هو عامل نفسي غير طبيعي على الخصم، عامل نفسي غير طبيعي على المنافس، وهي دي قدره اللاعب، ان هو يعلن عن ذاته وبلغه الكره بقى يعني يرد الاعتبار داخل الملعب، يفرح جماهير الاهلي ويفوز على المنافس التقليدي بالبلد كده بيقولوها يعلم عليه بالظبط. ان شاء الله باذن الله. توقعاتكم سريعا قبل ما نختم. انا بالنسبه لي شايف ان هو اتوقع المباراه اذا مشيت في صالح الاهلي تبقى 2-0 او 2-1. يعني لا فيش عراية بين التوقع والتمني، التمني ان شاء الله نكسب والتوقع برضه نكسب. هنكسب. ان شاء الله هنكسب ان شاء الله، بس مش بعرف توقع قمه خالص زي ما كان سامح بيقول خارج التوقعات، بس ان شاء الله مكسب ان شاء الله. نورتونا اسر وسامح. خلصت فقرتنا مشاهدينا، نطلع فاصل ونرجع نكمل بقيه حلقتنا، استنونا. ورجعنا لكم مره ثانيه ولسه مكملين معاكم حلقتنا وبنكمل معاكم فقره استوديو الحريفه، بس خلونا بقى نروح من كره القدم لكره اليد. والحقيقه كره اليد بيقدم فيها منتخبنا الوطني اداء قوي جدا في بطوله كاس العالم، واللي حسم فيها امبارح تاهله للدور الرئيسي بعد فوزه على منتخب الولايات المتحده ومن قبله كرواتيا والمغرب. ومعانا في الاستوديو التحليلي كابتن محمد عبد الوارث نجم الاهلي ومنتخب مصر السابق لكره اليد، واللي هيكلمنا عن الثلاث مباريات اللي عدوا والخطوات اللي جايه لمنتخب مصر في البطوله. مرحبا بك يا كابتن. اهلا وسهلا بك، منورنا. خلينا نبتدي من ماتش امبارح، شفت ماتش امبارح ازاي؟ مصر وامريكا فوز يعني ما فيش يعني فوز مستحق 100%. تمام طبعا مباراه امبارح مباراه كانت طبعا بالنسبه لمنتخب مصر، انا شايفها من وجهه نظري هي مباراه تدريبيه تجهيز للمرحلة اللي بعدها. منتخب أمريكا لسه تقريبا دي أول مشاركة لي، ما شاركش قبل كده، لسه منتخب جديد، لسه الرياضة عندهم الهاندبول لسه بدأ تقريبا ما بقالهاش كتير، فمباراة امبارح طبعا مش هيبقى فيها كلام كتير، إن هو بيقدر يجرب المجموعة اللي هي ازاي يعني خطة تدريب بالنسبة لي، يعني أنا شايفها دي من وجهة نظري، يعني إن هو كانت مباراة تدريبية مش أكتر ولا أقل. المباراة اللي كانت قبليها كانت مباراة المغرب، كانت مباراة لحد ما طبعا إن إحنا قدرنا نسيطر عليها من البداية. مباراة كرواتيا طبعا مباراة طبعا منتخب قوي، منتخب ليه اسمه، الحمد لله إن إحنا قدرنا نتغلب عليه وبالسكور ده، طبعا دي حاجة كويسة جدا تحسب لنا، ودي بتبقى توابع من قبل كده ان هو منتخبات العالم دلوقتي كلها بقت عامله لمصر حساب في البطولات، بقت احنا منتخب قوي جدا، بقينا من ضمن الاربعه اذا كان اولمبيا او عالميا، فطبعا دي حاجه تشرفنا طبعا ودي حاجه كويسه للمنتخب الفتره دي. الماتشات اللي عندنا الفتره الجايه يمكن من اهمها او يمكن من صعوبتها اكتر واحد الدنمارك، لان الدنمارك خدوا يمكن اللقب موسمين، حامل لقب فشايف المباراه دي هتبقى عامله ازاي؟
مباراة طبعا الدنمارك طبعا ليها طابع خاص، طبعا على اساس ان المباراه الاخيره اللي كانت في كاس العالم كانت عندنا هنا، طبعا المباراه وصلت لاكسترا تايم لضربات جزاء، طبعا ما حالفناش الحظ فيها، فطبعا دي هتبقى مباراه قويه جدا، مباراه كل منتخب هيبقى عايز يبقى هو المسيطر للمجموعه بتاعته، عايز يقول انا موجود، عايز يدي الخضة لباقي المنتخبات ان هو انا موجود، ابعدوا عني، ما حدش يفكر ان هو يقرب مني، فدي هتبقى هي دي اللغه ما بينهم وما بين بعض. يعني دي اصعب مباراه. طبعا اداء اللعيبه، احنا عندنا طبعا لعيبه كتير في المنتخب محترفين ولعيبه كبار، بس هل شفت الاداء ده كان متوقع من كل لاعب ولا في لعيب كان بالنسبه لك مفاجاه؟ لا، ما انا اللي كان بالنسبه لي مفاجاه ان هم كان في اتنين لعيبه، محسن رمضان ومهاب سعيد. مهاب سعيد لسه لعيب صغير، لسه بالنسبة له أول بطولة. محسن نفس الكلام برضو، هما فرق ما بينهم وبين بعض سنتين تقريبا. محسن كان أداؤه هايل جدا في ماتش كرواتيا، أدى دوره 100%. هو ومهاب، مهاب ما لعبش كتير في المباراة دي، بس أدى، كان في بداية المباراة كان دوره كويس جدا. هما قدروا يسدوا الثغرة بتاعت يحيى خالد اللي هو ربنا يشفيه طبعا ويرجعه للملاعب بالسلامة، الإصابة بتاعته دي كلنا كنا متخوفين منها، كانت طبعا عامله دروب مع اعتزال احمد الاحمر، راجل خبره، راجل قائد منتخب، فدي طبعا كانت بالنسبه لنا، دي كانت بالنسبه لي هي المفاجاه ان هم يطلعوا بالشكل ده، دي طبعا كانت بالنسبه لي مفاجاه ودي بدايه ليهم ان شاء الله في البطوله. في لعيبه كمان كتير من النادي الاهلي يعني. لا، في لعيبه كتير موجوده طبعا في النادي الاهلي، محسن رمضان من النادي الاهلي، مهاب سعيد من النادي الاهلي، ابراهيم المصري، حميد، احمد عادل، لا لعيبه، وعلي زين طبعا كان من اولاد النادي الاهلي. لا، في مجموعه كتيره طبعا من النادي الاهلي، والنادي الاهلي طول عمره يعني بيبقى متواجد في البطولات العالميه، من اغلبيه اللعيبه بتبقى موجوده يعني في المنتخبات. منتخب كره اليد من المنتخبات، يعني كره اليد تحديدا واخده دلوقتي، بقت يعني نقدر نقول ايه، منتخب عالمي. شايف ايه اللي مخلي كره اليد رايحه في الحته دي؟ والله هي انا بشوفها في حاجتين، ان طبعا اول حاجه ازاي ان انا بحط بلان اللي انا بمشي عليه، زائد ان طبعا احنا بدات الاتحاد يتجه للاحتراف، يسيب اللعيبه تحترف، بدا الموضوع بقى مفتوح، فدي طبعا دي حاجه بتفيد المنتخب طبعا، وبدليل ان احنا بدانا نشوف لعيبه موجودين دلوقتي ليهم يعني اسم كبير جدا في الدوريات الاوروبيه زي سند، بقى دايما بقاله يعني 3 سنين متتالي هو هداف الدوري الفرنسي، من احسن لعيبه بيبقى موجود في الدوري الفرنسي. يعني انا شايف ان هي طبعا دي حاجه فرقت كتير، بتفرق في التفكير طبعا، اللعيب ازاي بيعيش دور الاحتراف، ان هو ازاي بيبقى مسؤول، ازاي بيبقى يتعايش، ان هو انا باكل ايه، ما بنام امتى، ايه المفروض ان انا اعمله، الالتزام بالظبط. طبعا دي بتفرق كتير جدا مع اللعيبه، زائد ان في لعيبه طبعا كتيره موجوده من المنتخب موجوده في الاحتراف وليهم اسامي كبيره جدا، علي زين، ممدوح هاشم، احمد هشام دودو، خيري كان موجود برضو في اوروبا ورجع، محمد علي موجود، كريم هنداوي برضو قعد فتره ورجع، حميد نفس الكلام برضو راح فتره ورجع، فدي انا شايف ان دي بتدي للعيب ثقه كبيره جدا، زائد ان احنا الفترات القديمه احنا لما كنا بنشوف لاعبين الدول الاوروبيه اللي هو انا بشوفه انا شايفه في حته تانية. فلما انا ببقى موجود معاه منافس في الدوري بتاعه بقى الحته دي بتتكسر. يعني انا بالنسبه لي كلعيبه انا الحته دي بتتكسر، ان انا زيه انا ممكن اكون في فرقه واحده زي علي زين كان في برشلونه مع نجوم العالم كلها، واخد تشامبيونز ليج مع برشلونه، فايه المشكله ان انا ابقى زيك؟ فهي دي الحته اللي اتكسرت ما بيننا وما بين الدول الاوروبيه، فبقينا الموضوع بالنسبه لنا بقى سهل جدا في البطولات ان احنا نقدر نوصل للحلم اللي هم وصلوا له، ليه لا ان احنا ما نقدرش نوصل له؟ يعني تحس في تفكير دايما خارج الصندوق، يعني في حاجات بتتعمل مختلفة مش متعودين عليها في الرياضة، يعني كرة اليد كرة جريئة كده قراراتهم. احنا لعبة عنيفة، احنا بالزبط. لعبة عنيفة طبعا، عندنا لعبة مختلفة تماما، مش شرط ان انا ابقى مولود حريف اقدر اشتغل على نفسي، هي لعبة يعني لعبة بتتصنع، ان انا اقدر اصنع لعيب مهارية اكتر يعني. المهارة مش مطلوبة قوي قد ما انا ان انا اقدر اخلق لعيب ان انا اقدر اوصله للفورمه اللي انا عايزها، غير مثلا كره القدم مثلا
عشان ابقى اوصل لحته معينه لازم تبقى عندي حته المهاره. لكن الهاندبول عندنا مش دايما تبقى لازم حته المهاره موجوده. ان انا اقدر ازاي، هي لعيبه بتتصنع، يعني ازاي انا اقدر اصنع لعيب دي في الهاندبول بالذات. فدي عندنا القاعده كبيره جدا، في مدربين كتيره بتبدا تشتغل على الحته دي، انديه كتيره جدا يعني بدات تخصص مدربين وبدات تخصص حاجات معينه ان هم يقدروا يشتغلوا على اللعيبه دي. ومن ضمنها النادي الاهلي بدا الفتره الاخيره دي بدا ان هو يبدا يشتغل على المواهب اللي بتبقى موجوده من اول الاكاديميات لغايه ما بيطلعوا الناشئين. فدي حاجه طبعا كويسه، دي اللي بتختلف، وده الفكر ان الدور الاوروبيه كلها المفروض ان هي تشتغل عليها. فاحنا ليه لا ان احنا نشتغل عليها، يعني بدانا نفكر بالاسلوب ده. مظبوط. نروح لجزء مهم جدا، وبما ان حضرتك لاعب سابق لكره اليد، الرياضات الاخرى بشكل عام، شايف الدعم او اهتمام الناس او اهتمام الدوله بالرياضات الاخرى اختلف بنسبه قد ايه؟ وكمان يمكن لما اتكلمنا عن علي زين، يمكن علي زين لما كان واخد تشامبيونز ليج كان متضايق قوي ان ما حدش. طبعا. فخلينا نتكلم عن الجزء ده. هتكلم على الجزئيه بتاعت علي زين. طبعا دي بالنسبه لاي لعيب ان هو يبقى راجع رافع علم مصر قدام الناس كلها، انا راجل ده وصلت لمرحله ان انا باخد تشامبيونز ليج زي ما فيش فرق ما بيني وبين محمد صلاح، انا زيه يعتبر. دي حته برضو بتضايق، ممكن تكون يعني خانهم التعبير ان اللي او الوقت نفسه ما كانش مسامح ان هو يحصل فيه اللقطه بتاعت علي زين، ان هو يبقى الاستقبال وان يحصل هو حصل بعد كده. بس هي بتبقى احنا كلعيبه بتبقى بالنسبه لنا ان انا نازل من المطار، نازل انا عايز ابقى اشوف الناس قدامي، عايز احس بالاهتمام اللي انا عملته. طبعا دي بتبقى الحته دي، هو طبعا من حقه ان هو يزعل، بس هم طبعا تداركوا الامر وبداوا يشوفوا الحته دي وعملوا له طبعا احتفاليه كويسه جدا. ودي انا شايف ان هي طبعا بالنسبه له كانت حاجه كويسه ان هو شرف اسم البلد ان هو يبقى موجود في وسط العمالقه اللي موجودين دول. طبعا انا هنتكلم بقى الجزئيه الثانيه اللي هي الرياضات. انا شايف طبعا ان الدوله دلوقتي يعني لا، في سبوت كبير جدا على جميع الالعاب مش كره القدم بس. دي حقيقه. يعني دلوقتي عندنا لعيبه كتير الالعاب الفرديه كمان عامله انجازات، موجوده اوائل العالم واولمبيات لا انا شايف ان طبعا لا الدوله بدات تشتغل على الحته دي، بدا في دعم كبير جدا من الرياضه. لا انا شايف ان الموضوع اتغير كتير جدا غير الاول. السوشيال ميديا طبعا غيرت حاجات كتيره جدا. صح، يمكن السوشيال ميديا عملت سبوت على السكواش، على اليد، على السله. بقى في الاطفال الصغيرين بقوا طالعين لاقيين ايدلز في رياضات مختلفه، وده اللي بيطلع جيل تاني مهتم بحاجات تانيه غير كره القدم. دي حقيقه. احنا حتى عندنا في الهاندبول طبعا، عشان انا راجل طول عمري في الهاندبول، فكم الاطفال اللي بتبقى عايزه تلعب اللعبه حتى لو هو امكانياته ما تسمحلوش ان هو يلعب اللعبه، بس هو شايف يعني لعبه بتحقق انجازات، لعيبه بتحقق انجازات فرديه. فهو احنا بقى عندنا كم اطفال غير طبيعي زادوا جدا جدا. يعني هو احنا تقريبا ممكن تريبل، مش دبل تريبل، يعني بقى عندنا قاعده غير طبيعيه موجوده في الهاندبول. ودي برضو دي بتسبب مشاكل للجهاز المسؤول عن القطاع الاكاديميات والناشئين. فانا شايف طبعا دي ربنا يعني يتولاهم في الحته دي. هو طبعا بيبقى الموضوع صعب الاختيار نفسه، ان هو برده في حته اللي هو انا برده في الاول وفي الاخر ده طفل، ان انا مش هقدر اخسر بخاطره. فدي طبعا بتبقى عندنا مشكله كبيره جدا بالنسبه للناس المسؤوله. طبعا بتبقى دي حته برده الواحد برده بيحسها ان هي طبعا بتضايق. كابتن محمد، حراس المرمى كان ليهم دور كبير قوي في البطوله، شايف ازاي ادائهم؟ حراس المرمى لعبه الهاندبول دلوقتي هي فاقت ال 80%، يعني وصلت ل 70-80%. هو دي طبعا دي حاجه مهمه جدا حراسه المرمى. انا من وجهه نظري طبعا هي حاجتين، انا عندي دفاع وحارس مرمى. انا بالنسبه يعني مكسب المباراه وصل بالنسبه لي عديت ال 80%، ما دام عندي حارس مرمى ودفاع كويس خلاص الموضوع انا ببقى مطمن. دي بتبقى بالنسبه لنا طبعا، انا شايف ان هي حراسه المرمى الفتره دي مجموعه هايله، كمان فيها عصام الطيار مش متواجد معاهم في البطوله دي لظروف. شايف ان احنا عندنا حراسه مرمى طبعا عاليه جدا، تقريبا كلهم احترفوا بره
ما فيش حد تقريبا ما كانش يعني عصام الطيار. نادي الاهلي هو بيلعب في الدوري الالماني دلوقتي. كان كريم هنداوي، كان دوري المقدوني، دوري التركي، كذا دوريات غير الخليج طبعا. حميد برضو راح بولندا تقريبا احترف فيها، خد يعني فتره 6 شهور. محمد علي من هنا، من اهلي الزمالك للدوري الفرنسي للدوري الاسباني دلوقتي. لا طبعا حراسه المرمى بالنسبه لنا، انا شايف ان انا يعني العشر سنين قدام انا مطمن فيها، غير الاجيال اللي لسه في موجودين حراسه مرمى موجودين لسه في الناشئين تحت حراسه هايلين طبعا. صح مظبوط. عايز اسالك على حاجه، انت بتحب الكوره ولا زي اغلب لعيبه الرياضات الاخرى ما لهمش في الكوره ما يحبوهاش؟ لا انا بحب الكوره، وانا صغير اصلا كنت هلعب كوره، بس لا. كملت المسيره بعد سامح، يعني انا يعني سامح اللي حببني في الهاندبول. اوكي. فاتجهت بقى في اتجاه تاني اصلا. بس لعبت كوره في الاول؟ طبعا مفيش حد ما لعبش. مفيش حد ما جربش ناس الا انا يعني. بالظبط. انا كنت بلعب كوره وانا صغير. بجد؟ والله. لا عشان انا كل بنت على 3 ولاد، فكانوا بيلعبوني كوره غصب عني. ما هي لا هي الكوره القدم طبعا ما حدش يقدر يعني ما فيش حد تقريبا ما لعبهاش. دي طبعا اللعبه اللي احنا اول ما اتولدنا شفناها، هي دي اللي موجوده. صح. على الساحه هي رقم واحد عندنا في مصر. فطبعا وضع طبيعي ان ما فيش يعني وضع طبيعي يكون لعبت كوره. اكيد. ما نرجع لكره اليد، شايف حظوظ مصر ان احنا ممكن ناخد كاس العالم السنه دي؟ انا شايف ان يعني الطريق بتاعنا، انا شايف ان الحمد لله لغايه دلوقتي الدنيا مستقره تمام. اتجاهنا ان احنا نبقى في المربع. انا شايف من وجهه نظري ان شاء الله يعني منتخب مصر هيبقى موجود في المربع، وان شاء الله يبقى يرجع بميداليه. انا ده من وجهه نظري يعني بالشكل اللي انا شايفه لغايه دلوقتي وبالاداء اللي الفريق عامله. زائد ان يعني زي ما قلت في البدايه، منتخبات العالم كلها بقت بتعمل لمنتخب مصر حساب، بقوا عارفين هم هيلعبوا مين. فرقه قويه، فرقه عنيده، مش سهل ان انا ابقى هنزل العب منتخب مصر ان انا ابقى ضامن المكسب. صح. فدي طبعا انا شايف يعني من وجهه نظري بالشكل اللي انا شايفه ان شاء الله منتخب مصر يبقى في المربع، وان شاء الله يبقى في ميداليه ان شاء الله. ان شاء الله. لو هتوجه، احنا للاسف حلقتنا خلصت، فعايزك توجه كلمه لمنتخب مصر كره اليد. انا دايما بقول هي الجمله المعتاده بتاعتي، ما فيش حاجه اسمها مستحيل. في ايدينا ان احنا نقدر نوصل زي ما الناس كلها المنتخبات كلها وصلت لحاجه زي دي، احنا نقدر نوصل. ربنا معاكم ان شاء الله يعني بالتوفيق، وانا يعني مصر كلها في ظهركم، وان شاء الله ترجعوا لنا وتفرحونا زي ما دايما منتخب الهاندبول بيفرحنا. دي حقيقة. ان شاء الله. ان شاء الله بإذن حضرتك نورتنا، وان شاء الله تبقى موجود معانا كده بعد المكسب. بعد المكسب ان شاء الله. ده بيتي طبعا، واكيد ابقى موجود معاكم ان شاء الله، واتشرف بيكم ان شاء الله. ان شاء الله الشرف لينا. خلصت فقرتنا وحلقتنا النهارده، ولكن هسيبكم الفقره الجايه هتكون من حلقه سابقه. استنونا في حلقات جديده الاسبوع الجاي. يمكن الاسبوع ده ختم سعيد ان شاء الله. ان شاء الله هنبتدي الاسبوع الجاي بدايه سعيده ان شاء الله.